مشاهدينا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده ولقاء متجدد من زينه وطعم البيوت على شاشه القناه الثانيه التلفزيون المصري. برحب بحضراتكم على مدار ساعه ونص، وبنناقش معظم القضايا في كل حلقه اللي بتهم حضراتكم، وما بنسيبش اي فرد الا لما بنثير قضيه بتهمه، خاصه واحنا بنعيش هذه الايام اللي كلها فعلا احداث وتغيير وتطوير. خليكم معانا. معايا النهارده مروه. ازيك يا مروه؟ ازيك يا نادين، عاملة ايه؟ اهلا بيكم مشاهدينا على مدار ساعة ونص، زي كل يوم اربع بنقابل حضراتكم انا ونادين الجندي عشان نقدم مجموعة من الفقرات زي ما نادين قالت بتهم كل فرد من افراد الاسرة، وكمان بنتكلم على احداث الساعة، يعني احداث الساعة في مصر دايما عامرة بالتطورات الايجابية الحمد لله، ودايما البداية بتكون مع نادين وزينة. يمكن الجديد دايما زي ما مروة يعني قالت بالفعل هو جديد، كل يوم في أحداث جديدة، وإحنا بنعيش كوب 27 هذا المؤتمر، وكمان اللي بيأكد هذه المشروعات، عايزة أقول المشروعات الآنية والمشروعات المستقبلية إن شاء الله يا رب العالمين، من خلال هذا التطوير وهذا التطور ومقابلتنا مع هذه الخبرات العديدة. وبالتالي النهاردة هنتكلم عن المشروعات القومية اللي البلد قامت بيها، وعايزين نشوف مدى الإنجازات الخاصة في مثل هذه المشروعات، لما عاد على الإنسان من رقي، من تغيير مكان، من تغيير مرحلة، من تغيير سلوكيات. عندنا حاجات كتير كمان خرجنا بيها أو منها من خلال المشروعات القومية. إن شاء الله هتبقى معنا إطلالة صحفية، ومن خلال هذه الدقائق هيكون لينا هذه الجولة أو هذه الجولات والصولات من خلال المشروعات القومية. احنا في طعم البيوت عندنا زي ما حضراتكم عارفين، مصر من يوم 6 ولغاية يوم 18 بتستضيف مؤتمر عالمي على مستوى كبير وشديد الأهمية، وهو كوب 27. عندنا عدد كبير جدا من ممثلين ورؤساء حكومات ودول وملوك بينورونا في شرم الشيخ علشان يتحدثوا عن قضية المناخ. هنتكلم من خلال فقرتنا في طعم البيوت عن خارطة مصر للتعامل مع ملف المناخ، هنتكلم عنه بشكل أكثر تفصيل لما نوصل لفقرتنا الرئيسية. يمكن أي خارطة الحقيقة على مستوى العالم، ليس على المستوى المحلي أو حتى الدولي لكن العالمي، لازم يبقى الأمن والاستقرار المجتمعي متوفر مهما تطورنا ومهما نجحنا. عشان كده دايما اللي بيبني المجتمع أسرة ما بين زوج وزوجة، ولكن بنلاقي على مستوى العالم أيضا ارتفاع نسبة الطلاق، وعلى مستوى مصر ارتفاع نسبة الطلاق، أو ما زال هذا الارتفاع يعني بيزداد يوم عن يوم، رغم أن احنا عملنا حاجات كتير، بس عايزين نعرف إيه لب المشكلة، إيه القصة اللي بتصل بينا بالفعل إلى الانفصال، إلى الطلاق، إلى بعض الحالات اللي بنلاقيها التعنت ما بين الطرفين، الخرس الزوجي اللي بيبقى جوه البيت. الحقيقة كل ده مش بينعكس علينا، مهما تطورنا ومهما ترقينا ومهما حصلنا على أموال، ولكن بيتنا ما فيهوش استقرار مشكلة. النهاردة نحاول مع بعض نعرف أهم القضايا وأهم المشاكل الآنية اللي بيعيشوا من خلال حالات الطلاق. احنا كمان النهاردة عندنا شيف نهى، شيف نهى منورانا وهتعمل لنا مجموعة من الأصناف هنتعرف عليها دلوقتي كده شكل سريع، بعد كده هنتعرف عليها بالتفصيل. نهى ازيك، عامله ايه؟ بدأتي تشتغلي على طول. هنعمل ايه النهارده؟ النهارده معانا بطاطس بالكريمه تركي، ومعانا سلطه بتنجان مشوي بالفلفل المشوي والزبادي، ومعانا بيتزا الجلاش والبسبوسه. وبسبوسه حاجات طبعا حلوه وجميله، خصوصا البتنجان ده لما حتى بيتحط في الثلاجه بيفضل يعيش كده، وهم ان احنا نعمله ايه صح او مظبوط، وما يبقاش كمان معمول بزيت كتير، بنحاول نوفر. لا لا، هو مش زيت خالص، هو مشوي. اي تمام، انا بقول بنحاول بقى نوفر بقدر الامكان. احنا هنوفر زيت في الباذنجان وهنحط كل حاجه في البسبوسه. طيب بس كده عشان يعني نعوض اللي فاتنا، وخصوصا البسبوسه دي ما تتفتش. تمام، احنا هنخرج مع حضراتكم في فاصل ونرجع نبدا حلقتنا. طبعا مصر ستظل أم الدنيا، الحقيقة لما بنلاقي مصر بتتطور يوم عن يوم، سنة عن سنة،
وانتم بتعصرونا من خلال زينة وطعم البيوت. والحقيقة كل مرة بنقف عند محطات كتيرة جدا من إنجازات وتطوير، محدش يقدر ينكر هذا التطوير، محدش يقدر ينكر هذا التغيير في الشكل وفي سواء السيولة في المواصلات أو في بعض الأمور وكمان في العشوائيات. بنلاقي الحقيقة مش عايزين نعدد، لكن أنا معايا إطلالة بعيون الصحافة عن أهمية هذه المشروعات القومية وقد إيه هي أثرت علينا وأثرت على الكفاءة وأثرت على كمان الأداء. بتفرق كتير يا جماعة نجاح هذه المشروعات القومية اللي بتيجي في ميعادها بالظبط، وده أهم حاجة الدقة. معانا النهارده هذه الاطلاله طبعا بعيون الصحافه الكاتبه الصحفيه استاذه عزيزه الصادي. طبعا برحب بيكي معانا، ودايما يعني منورين الصحافه الحقيقه بهذه الاطلاله، لان بحس ان انتوا بتقدموا لنا رؤيه جديده، زوايا الحقيقه بتبقى رائعه، حتى كمان المشاهد يعلم ما يحدث في مصر. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين، وميرسي على المقدمه الجميله دي. الله يخليكي حبيبتي. طبعا عايزين نقول المشروعات القوميه فعلا هي اساس نجاح الدول، ولكن ناتي عند مصر بالتحديد بنلاقي ان احنا لابد ان احنا نتوقف عندها كل فتره وفتره، رغم ان في كوب 27 الدنيا كلها والعالم كله مشغول، لكن ما زالت ايضا هذه المشروعات قائمه. طبعا ماذا عن هذه الرؤيه؟ المشروعات القوميه مش بس بتفيد البنيه التحتيه، لا احنا يعني المشروعات القوميه الناس مش شايفاها قوي. يعني في ناس مثلا مشروعات الطرق، مشروعات الطرق دي مش بس لتحديث البنية التحتية والحفاظ عليها، لا دي كمان بتبقى عامل قوي في مناخ جاذب للاستثمار. الدولة آمنة يبقى والبنية التحتية بتاعتها سليمة، يبقى مناخ قوي جاذب للاستثمار. ما كانش عندنا رؤية دي الأول، ما كانش عندنا أو نفس المواطن كل اللي في دماغه ان هو يخدمه هو بس، مش لكن بس لقينا يخدمه. ان في رؤية ابعد، مش بس يخدمه، عايز ياكل ويشرب بس. ما كانش فيه التفكير ان البلد تطلع لقدام. هي البلد كده كويسة ساكتة، انا باكل وبشرب وتمام وبشتغل خلاص، انا مش عايز حاجة تاني. يعني مشاريع الطرق شوفي وفرت قد ايه من مفيش حوادث. الارواح اللي كانت بتروح على الطرق دي، الطريق لما يبقى كويس، النقل لما نيجي ننقل حاجات من مصانع لمصانع، الطرق في النقل هتبقى اقل مش كده، كمان اصبح في طرق خاصه وفي طرق بديله، وفي كمان توقيتات النقل، وفي طرق بديله وفي طرق جديده بتتفتح. الطرق الجديده دي بتقصر المسافه، بدل ما العربيه مثلا تنقل الحاجه في 6 ساعات تنقلها في 3، وده مش هيوفر اكيد، هيوفر كتير قوي. من ضمن كمان المشروعات القوميه مجمع رمال السوداء. ايوه ده برضه ندي فكره عنه، لان قلما يعني فعلا حد بيتحدث عنه، حتى كمان المواطن البسيط عايز يعرف ايه هو المجمع. الرمال السوداء دي اللي بتعمل منها الواح الطاقه الشمسيه. ايوه. ففي 3 دول بس، مصر والارجنتين والبرازيل، هم دول اللي عندهم الرمال السوداء. تمام. زمان كانت الرمال السوداء دي بتتصدر كده خام وترجع لنا على هيئه الواح شمسيه. تمام. احنا دلوقتي عملنا ايه؟ احنا المفروض نستفيد منها، ان الرمال السوداء دي مش بس بيطلع منها ماده السيليكون اللي بيتعمل منها الالواح الشمسيه، الواح الطاقه الشمسيه. احنا دلوقتي بنتجه، العالم كله بيتجه للطاقه النظيفه. فالطاقه النظيفه من ضمنها الالواح الشمسيه. بالظبط. فالالواح الشمسيه دي بدل ما كنا احنا بنستوردها، احنا دلوقتي اللي بنصنعها وبنصدرها. تمام. في حاجات تانية، مواد تانية اوليه في الرمال السوداء، منها مواد مشعه ومنها معادن. أيوة. حاجات كتير قوي. بس كويس حضرتك ذكرتي ده في ظل التغير المناخي وفي ظل هذا المؤتمر. طبعا، لان استغلال واستثمار هذه الكنوز اللي احنا كنا ممكن بنهدرها نوديها نصدرها وبعدين تجيلنا او نبعتها، ما هي دي كانت غلط، تكلفه كمان اعلى. كانت غلط لانها كانت بتجيلنا بعد ما تتصنع بره بالسعر العالمي. يبقى ليه الحاجه تبقى عندي اصدرها خام، ماده خام، وارجع اشتريها تاني بالسعر العالمي ليه؟ ده هيفرق معانا بقى في ايه بالظبط، خاصه في هذه المرحله اللي هو طبعا تحويل الطاقه. عشان كده على فكره الثقافه او درجه الوعي لدى المواطن البسيط مش كبيره. طبعا. فمش قادر يلم بما سيعود علينا من هذه الكنوز الربانيه وهذه العطاءات من قبل الله سبحانه أكيد وتعالى. طبعا. لكن ما تبقى عندنا كمان القدرات والكفاءات والمهارات في التصنيع اكيد هيفرق معانا. احنا دلوقتي مثلا في كوب 27، المؤتمر ده معمول ليه؟ لان درجه الاحتباس الحراري في الارض هتوصل لمرحله معينه. أيوة. بعد المرحله دي هتبقى في كارثه مناخيه كبيره.
ممكن بلد مثلا كلها شتاء طول السنة تبقى كلها حر، الجليد بتاعها يبقى خلاص مش موجود، يسيح يغرق الدنيا يذوب، هتبقى مصيبة على العالم. كوارث تانية بقى على مستوى الزراعة، كوارث طبيعية، براكين، زلازل، هتبقى كارثة على العالم. فاحنا بنحاول احنا من خلال الطاقة النظيفة، الهيدروجين الأخضر مثلا، مصر عملت ابتدت تصنع هيدروجين أخضر أو اللي هو الطاقة النظيفة الخضراء، والعالم كله بينادي بيه، وهنا السبق بقى أو التنافس مهم قوي في الفترة دي أو في المرحلة دي. إزاي أقدر أنا أعمل كاتشنج للأفكار دي وأعرف مع خبرائنا ومن طبعا بيساعدونا كمان خلال الخبرات العالمية إن احنا ننفذ هذا الأمر، وهي علشان ما نوصلش بس درجة حرارة الأرض في الاحتباس الحراري للبوينت دي، احنا عايزينها تقل، يعني احنا هي دلوقتي ثابتة بس تقل علشان ما يحصلش كوارث مناخية، لأن البشر هتموت. طيب ده بالنسبة للكنوز الطبيعية أو اللي احنا اتكلمنا عنها، ودي هتعد أيضا من المشروعات القومية، لأن دي هتفيدنا كتير جدا على مستوى الاستثمار ومستوى الجذب الاستثماري، وكمان احنا هنتحول لمجتمع أخضر، وأعتقد يعني كلها تفاصيل. نرجع بقى استكمالا لهذه السلسلة من المشروعات، هيك شايفة أيضا العشوائيات، حاسة إن هي ليها كمان زوايا أخرى، غيرت من سلوكيات كتير، غيرت من طرق وأداء الناس مع بعضها كتير، الناس اختلفت حتى كمان صحيا. أهمية هذه المشروعات خاصة كمان طبعا والعشوائيات، العشوائيات اللي يعني في ناس كتير قوي مش قادرة تستوعب إن ملف العشوائيات ده ملف أمن قومي للدولة. طبعا أي دولة في العالم، في دول كتير جدا عظمى عندها عشوائيات ومش قادرة تتخلص منها، لكن العشوائيات في حد ذاتها بيئة جاذبة ومناخ جاذب جدا للإرهاب الفكري والمجتمعي. احنا دلوقتي لما بجيب مثلا العشوائيات دي بزيلها تماما وابني جديد. انا هنا ما عنديش فرصة ان حد مثلا يلعب في دماغ الناس اللي في العشوائيات ويقول لهم ايه البلد مش سائله فيكم ومش معبراكم ومش سايباكم واللي الكلام ده كله. ما هو هنا الإرهاب الفكري والمجتمعي بيجي من ايه؟ بيجي من عيشة غير آدمية، احساس الانسان ان هو كم مهمل، هو دولتي مش معبراني. انما دلوقتي الدوله انا بعمل لك مساكن جديده، ما بقولكش انا بسكنك كده، لا انا بعمل لك مساكن جديده بفرش جديد بكل حاجه جديده، بقولكش هات معاك حاجه. ايوه بالظبط. ليه؟ علشان احاول ابني نفسيتك من جديد، اهي دولتك بتحبك، مهتمه بيك، بتنقلك نقله حضاريه، بتعيشك عيشه ادميه اللي انت تستحقها، لان ده حقك على الدوله. هل احنا بس اهتمينا ببناء الحجر؟ اعتقد لا، بناء طبعا البشر، بناء الشخصيه داخل هذه الاماكن. طبعا ما هو حضرتك لما تنقلي حد من عيشه غير ادميه وتقولي له ما تجيبش اي حاجه من القديم، انا بلدك اهي بتحبك وبتساعدك وبتدعمك لان ده حقك عليا كدوله. فدي حاجه في يعني في حد ذاتها مهمه جدا في النفسيه لاي حد مثلا جرب او عاش في حته العشوائيات دي. فدي حاجه مهمه اما يطلع اطفال في بيئه صالحه، يلاقي عندهم ملاعب ويلاقي عندهم اسواق ويلاقي عندهم مدينه متكامله هم عايشين فيها جميله وحلوه. وسلوكيات كمان يا فندم، يعني انا سمعت طبعًا كمان ان في هذه الاماكن اصبحت طارده للي مش هيعرف يتغير، اللي مش هيحافظ على هذا الشكل. مع السلامه، احنا مش عايزينك. هم الناس نفسهم لان هم شايفين حاجه بتاعتهم، دولتهم مهتمه بيهم، عملت لهم حاجه ملكهم تخصهم، حتى المدارس والحضانه وحتى كمان السكان يا جماعه ونقطه اسعاف اللي كانوا في المكان ده عايشين وبيشتغلوا، يعني كمان تم توفير فرص عمل ليهم داخل المكان. اكيد طبعا، يعني هذه الاماكن اللي تم انتقال ليها، ما هي طبعًا مش سكن بس، هي مدينه متكامله. يعني المدن الجديده اللي اتعملت مدن متكامله، الاحياء اللي اتعملت، حي الاسمرات وغيرها، مدن متكامله. اكيد تلاقيها كلها فيها الناس عايشين مبسوطين، وملاعب وحاجات واسم شرطه ونقطه اسعاف بالظبط، يعني حاجه. حتى النساء اللي كانوا بيعملنا بالخارج ومواصلات كتيره لا، اصبحوا يعملنا داخل هذا المكان. أيوة طبعا، من غير بقى ما يبقى طبعًا فيه عشان ما يتبهدلوش احنا بنريحكم، احنا دلوقتي بنريحكم، بنعمل لكم الحاجه اللي انتم تستحقوها، ونوادي وساحات شعبيه للشباب كمان. يعني طبعا، يعني الحمد لله حتى كمان جاذبه، ونسبه الادمان قلت. طبعا، ونسبه طبعا يعني تناول المخدرات في هذه العشوائيات قلت بكتير، لانهم لقوا اهتمامات اخرى ولقت من يهتم بيهم. اعتقد يعني ده من الحاجات المهمه جدا. اهم حاجه فيها
ان مفيش مجال للسيطره على العقول في موضوع الارهاب الفكري والمجتمعي. ان حد يسحب حد من دماغه كده يقول له شوف محدش معبرك. ايوه ما هي بتيجي كده. ايوه لكن لما يلاقي بقى محدش معبرك ازاي وانا اعمل لك، ايوه انا عندي هو تم بيك وانا اعمل لك وهكذا، يبقى هفكر ليه. وبحاول بقى يعني بيحاول بقى بعد كده ان هو يفكر طب انا هشتغل عشان احسن من وضعي. ايوه احسن من وضعي دي يبقى انا كده ابتديت احط رجلي على اول الطريق ان انا ابقى مجتمع عامل. مجتمع عامل دي حاجه مهمه جدا. مجتمع متطور، مجتمع عامل يعني مجتمع متطور، مجتمع أكيد. بيتقدم. انما مجتمع ما بيشتغلش لا طبعا. تطوير الـ يعني المينا وتطوير المطارات وجماعة إنشاء الطرق والكباري في مثل هذا الحدث اللي احنا بنعيشه. وطبعا احنا بنتكلم على كوب 27 في مدينة السلام، لو ما كانتش الحاجات دي كلها متوفرة أو متوفرة يعني، وطبعا بنعيش مع بعض برضو هذه الفعاليات زي ما دلوقتي على الهواء مع بعض مباشر، كل واحد الحقيقة في هذا المكان بيحاول يقدم كل ما هو جديد، كل ما هو يفيد بلده ويفيد العالم. أصبحوا كمان الكل بيفكر عشان مصلحة الكل، وبالتالي هذا المكان زي ما بقول الحقيقة هذه المشروعات القبلية ساعدت قوي إن المكان ده يبقى سهل، يبقى أنا كمان استقبل فيه أي مؤتمرات، أبقى أنا عندي حسن الضيافة والأماكن كلها سهلة وميسرة. رأيك في هذه الأمور وهي نتائج الحقيقة حتمية لمثل هذه المشروعات؟ طبعا ده لازم. شوفي حضرتك جالنا كم رئيس وكم وفد وهيقعدوا قد إيه؟ والمكان نفسه والمطارات اللي تستقبلهم والطرق الموصلة. لو المطارات مش جاهزة ما هو أي حد في الدنيا، حتى مش هنتكلم على مؤتمرات، السياحة دولة ما فيهاش مطار، ما فيهاش خدمات، ما فيهاش أي حاجة، يبقى السائح هيجي لك ليه؟ صح. السائح ده هيجي من بره ليه؟ ما هو السائح ده بيطلع علشان يتفسح شوية، يتفرج على آثار، يتفرج على متاحف، يتفرج. لو كل ده مش موجود يعني احنا حتى من كام يوم كنا بنحتفل بمئوية توت عنخ آمون. شوفي كم الناس قدام المتحف كانت عاملة إزاي؟ أجانب. لما مثلا فيش الحاجات دي تبقى مجهزة متطورة. أيوة. لازم وهاي تكنولوجي علشان كمان تواكب كل ما هو جديد وكل ما هو عالمي. طبعا ما كانش هيبقى الجذب ده ولا هيبقى هذا الإقبال. ده لازم يعني أنا دلوقتي عندي طورت مواني. لما بطور مواني دلوقتي ابتدى كمان دول كتير ترجع تاني للسياحة عن طريق المراكب. أيوة فجالك مراكب سياحية بالزبط. فيها يعني سياحة. أيوة. فدي هتبقى حاجة هايلة. لو ما وسعتش المينا وطورتها مش هقدر استقبل أكبر بالزبط. عدد من السفن. وخصوصا إن أنا دولة استراتيجية ومركز إقليمي لثلاث قارات. مصر دولة استراتيجية بتربط ثلاث قارات ببعض، دولة عابرة للقارات. يبقى ازاي انا ما عنديش مواني كفاية، ما عنديش مطارات كفاية؟ ما ينفعش. وكمان المستوى كمان عشان استقبل بقى طبعا هذه النخبة وهذه او هذا الرقم من الوفود ورؤساء دول العالم، اعتقد كان لابد ان احنا في حاجة اهم. انا قادر امنهم. انا قادر امن اي حد كمان. في دولتي حقيقي. فدولة مستقرة كل المشاريع اللي فيها كويسة بتنهض وبتقوم. هناخد وقت شوية لكن كل ده مراحل ورا بعضها. دلوقتي مثلا أنا فكيت نسفت حزام العشوائيات اللي حول القاهرة ده. أيوة. دي حاجة حتى شكل حضاري. مظهر حضاري. حضرتك شفتي المنطقة مثلا اللي في السيدة زينب. أيوة. تل العقارب. شوفي دي بقت اسمها ايه؟ روضة السيدة زينب. شوفي منظرها بقى عامل ازاي. لما تطلعي على صلاح سالم مسكن أبو السعود كلها معمولة على الطراز الفاطمي. ومقابلها من الناحيه الثانيه متحف الحضارات. أيوة. البحيره اللي هي بحيره عين السيره، منطقه عين السيره. شوفي البحيره دي اتوضبت واتجددت بقت عامله ازاي. منظرها بقى عامل ازاي يعني دلوقتي حتى كمان استقبالنا بقى للسياح. طبعا. وايضا من اتى من خلال هذا المؤتمر برضو، ما هو بيخلص المؤتمر ويبتدي يتجول بقى داخل مصر بقى. يعني فرصه ليه واحنا كمان جاهزين. واللي انا عايزه اكد عليه كمان يا جماعه، اذا كان في مشروعات قوميه خاصه بهذا الامر وبتجميل البلد، كمان في تجميل السلوكيات. اصبح هؤلاء اللي موجودين يقطنوا في هذه الاماكن ليهم دوره تدريبيه، ليهم تاهيل ايضا سلوكي في هذا الامر. لازم يحافظوا على الحاجه. ما هو احنا مش هنعمل كمان السواح. ايوه احنا مش هنعمل يعني حاجه النهارده حلوه ونبوظها على حاجه بسيطه. ان احنا مش قادرين نحافظ على سلوكياتنا، مش قادرين نحافظ على الحاجه، مش قادرين نحافظ على منظرنا. لا طبعا ما ينفعش. ده لازم نيجي للشباب الحقيقه. وانا عايزه اكلم استاذه عزيزه في هذا الأمر لأن الشباب هم المستقبل. ولما أنا بتكلم على أهمية المشروعات القومية بلاقي فعلا أن طرق والكباري
وبنلاقي كمان المتروهات وبنلاقي هذه الوسائل والقطارات وتطوير القطارات وشراء قطارات جديدة واوا كل ده ممكن يقابلني شائعة تحبطني ممكن أسمع كلام يثنيني، وبالتالي هنا طب دور المواطن ايه بعد كل اللي حصل وبعد كل هذه الانجازات وبعد المليارات التي صرفت بالفعل؟ لابد ان احنا نحافظ على هذا الامر. ماذا عن هذا المشهد بالتحديد؟ دور المواطن ان العالم بقى مفتوح خلاص في سوشيال ميديا، فدلوقتي حضرتك مثلا لما تلاقي حد مثلا بيقول اشاعه على المترو على المنورويل على الطرق على تلاقي الناس نزلت صورت ونشرت على السوشيال ميديا الحقيقه اهي. فبقى دور المواطن هنا بقى مواطن ايجابي استراتيجي لانه مواطن بيحافظ على الدوله، مش عايز لان الشائعه دي ممكن توصل بره يستغلها ناس ثانيه تبقى سيئه. يعني المترو مثلا لما بعمل مترو من عند المطار لعند اكتوبر اللي ساكن في اكتوبر وبيشتغل ناحيه المطار ايوه بالظبط شوفي المسافه قد ايه. شبكه مترو رابطه مصر رابطه مثلا القاهره الكبرى ببعضها، ما بقاش في حملان هم دلوقتي للموضوع ده، ده انجاز. المنورويل اللي هيوصل لحد اول طريق اسماعيليه، طيب انا دلوقتي ساكنه مثلا في اكتوبر عايزه اروح اول طريق اسماعيليه هروح بالمنورويل في اقل من 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 ساعه. ايوه تمام. يبقى توفير قد ايه؟ توفير وقت. القطارات اللي هي فائقه السرعه ممكن يبقى عندنا مثلا رحلات سياحيه بالقطارات دي من مثلا محطه المحطه المركزيه نروح اسوان مثلا في 3 ساعات. اسوان دي 12 ساعه او 24 ساعه. هنا بقى عشان يعني الحقيقه بحس ان الفقره بتجري بيا، بس انا عايزه اقول ازاي اقدر انصح شبابنا نقول له خلي بالك من بلدك، ما تسمعش، خليك في لسه يعني انت بتواكب العصر بتواكب التطور، واي حاجه ليها سلبياتها وحاجه ايجابياتها لكن لو قسنا هنلاقي الايجابيات اعلى. تقولي لشبابنا ايه حضرتك؟ اقول له حافظ على البلد، لان ربنا خلق الدنيا في 6 ايام. اي دوله في العالم شوف عبال ما تطورت ووصلت بقت دوله عظمى ودوله كبيره تطورت في كام سنه؟ كل حاجه بتاخد وقتها. احنا عندنا على قد امكانياتنا بنحاول نجري ونسابق الزمن علشان نوصل لمرحله معينه ان احنا ننطلق. احنا كل ده يعني بنخرج من عنق الزجاجه على قد ما نقدر وبنبني وبنعمر على قد ما نقدر. شوف الدول التانيه حاصل فيها ايه، بص كده بعينك وبعقلك. بص بعينك الحقيقه لما يحدث على مستوى العالم. الحقيقه من خلال هذه النصائح انا عايزه اقول لكل فرد، هو الاب والام والاولاد، الحقيقه ما احنا بنجري زي ما الاستاذه عزيزه قالت، لكن مش عايزين حد يوقعنا، مش عايزين حد يجي يقف في طريقنا. نحاول بالرشد كده وبالعقل والحكمه لازم يعني نلم هذه الامور بالوعي العالي من خلال عام الوعي عام 2021 كانها نظره استشراقيه لما سيحدث في المستقبل. طبعا بتمنى لشبابنا وبتمنى لمصرنا الحبيبه ستظل هي ام الدنيا، لان الام هي اللي بتملك الحكمه والرشد في الاداء والصبر وكل حاجه ان شاء الله عوض عالي جدا من قبل الله سبحانه وتعالى. استاذ عزيزه طبعا بشكر حضرتك لوجودك معانا، ان شاء الله نظره بقى مستقبليه قادمه ان شاء الله تاتينا بها من خلال نهايه هذا المؤتمر، وتقولي لي يا ترى ماذا عن هذه النظره بعد خروجنا منه باذن الله. اشكرك جدا. ميرسي. استاذه طبعا كاتبه صحفي الاستاذه عزيزه الصادي كانت معانا النهارده من خلال هذه الفقره. وبس باكد على حضراتكم اللي عايز يرجع تاني لمشاهده كل فقراتنا من خلال زينه وطعم البيوت اكيد، بس صفحه زينه يمكن خاصه شويه لان ليها الفقرات بتبقى موجوده مع بعض، فاحنا عايزين حضراتكم برده من خلال الصوره اللي احنا شايفينها ودي الصفحه بتاعه زينه الاصليه، فارجو ان انتم تعيدوا مره اخرى يعني تشكيل هذا الامر، لان في اكتر من موقع ولكن احنا بنقول النهارده هذا هو او هذه الصفحه الرئيسيه لزينه. نتمنى تكونوا حقيقي يعني ضيوف حقيقيين لينا ومشاركين لكل هذه الفقرات اللي بتهم بلدنا.